السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. احنا النهاردة موجودين عند العوام، اهو العوام اهو على شمالنا، وادي ايه شواطئ الليدو، وداخلين على منطقة الوسيط. احنا النهاردة في الفيديو دون هنديلكم شرح ووصف ازاي تروح لطريق عجيبة للناس اللي ما تعرفش، وشواطئ الأبيض ازاي تخش له، فين دخلته، وهكذا. وهنوريكم شاطئ الايه الجونة، خليكم معانا هنوريكم الدخل. طبعا ده فندق جويل اهو على ايه على يمنا. طبعا الدنيا زحمة بقى والمصيفين والدنيا ايه، ما اقولكمش. اهو وادي عزة اللي جاي على الشمال، وادي بلبن فتح هنا اهو يا جماعة، ده بلبن اهو، وكنافة وبسبوسة والدنيا كلها ايه كله موجود. جيلاتي العبد اهو على يمنا اهو، جيلاتي مكة، مطعم سوري، ادي عزة اهو، ادي عزة اهو. طبعا وادي الونش واقف، اللي هيوقف هنا ايه هيتكلبش. طبعا وهنا المنطقة دي بقى كمل كده على طول عند الصينية، وتكمل على طول تقدر كده توصل للميناء بتاع البوسيت، اللي هو بتركب منه برضو رحلات يخت زي الميناء اللي عند حلقة السمك كده بالظبط. وادي بلبن برضو هنا في وشنا، هنا برضو هنا اهو بلبن اهو في الوش على طول عند عربية الماية دي كده. وادي البيتزا كينج ومؤمن ومول اهل مصر. المنطقة ما شاء الله عليها منطقة يعني فيها حاجات كتيرة جدا، بس طبعا عايز اقول لكم الدنيا زحمة موت. ادي اهو جيلاتي عزة اهو زي ما انتم شايفين كده، انا بص كده على الطريق، الطريق زحمة موت. ادي مؤمن بيتزا كينج، طبعا هنا السيرك يا جماعة وفندق المشير، وهنا السينما الصيفي اهي في وشنا، وادي عزة وجاد، والدنيا كلها هنا ايه ما شاء الله، كله ايه حاجات كتيره ما شاء الله هنا مجمعه يعني. ومطاعم ابن سوريا الشامي على يمنا اهو. طبعا احنا مش هنخليكم يعني ايه معانا تتضايقوا من الزحمه. الطريق دول اللي هو طريق اللي بيودينا على الغرام والابيض وعجيبه ومرخم والدنيا دي كلها، فخليكم معانا نعدي الزحمه عشان ما تزهقوش مننا ولا تملوا مننا، وهنديلكم الشرح ايه. احنا نفضل مكملين على طول وهنوصل نعدي الزحمه ونكمل معاكم. طبعا يا جماعه عدينا بس الزحمه كده اهو ومكملين معاكم. ايه ده كده الطريق اللي بيوديك على قلنا ايه ام الرخم وعجيبه ودخله الغرام وكليوباترا وكورنيش الابيض الجديد كله. هنوريكم واحنا ماشيين كل حاجة. احنا رايحين النهاردة دلوقتي في اتجاهنا لشاطئ الجونة، هنصور لكم منه ان شاء الله فيديوهات تعجبكم، وهنصور لكم باذن الله من تحت المية، هنعمل لكم شوية فيديوهات حلوة جميلة تعجبكم باذن الله. خليكم معانا نشوف هنعمل ايه. احنا دلوقتي اهو، طبعا يا جماعة كل اللي رايح الاتجاه دون قبل ما ياخد خطوة في الطريق دون لازم يسأل على ان البحر المفتوح ايه اخباره، لان البحر المفتوح ساعات بيبقى عالي وساعات بيبقى نوى، يبقى لا يبقى خليك فين، خليك في رومل او العام او الهنا وهكذا يعني، او الغرام الخليج، لان الغرام فيه بحر مفتوح وفي خليج، وكليوباترا برضو فيه كليوباترا بحر مفتوح اللي هو عند مزار كليوباترا، والخليج عند في وشه الناحيه الثانيه على طول. فدلوقتي احنا دلوقتي في الطريق داخلين كده على الايه الاماكن اللي هنقول لكم عليها دي. الصينيه اللي على شمالنا دي يا جماعه لو دخلنا شمال، لو دخلنا شمال من عند الصينيه دي كده هنلاقي نفسنا رايحين عند خلص الطريق ده ونخش شمال برضو تروح عند سوق ليبيا اهو. ولو جاي من بعد سوق ليبيا هتيجي من هنا كده تطلع تخش تطلع تكمل الطريق ده كده ايه على طول. خليكم معانا هنمشي قدام شويه هنوريكم دخله الغرام وكليوباترا وايه والشواطئ كلها شواطئ الخليج.
طبعا يا جماعه فضلنا ماشيين على طول لغايه ما وصلنا لغايه هنا كده اهو، هتلاقي دخله الغرام وكليوباترا على يمنا، هنوريها لكم دلوقتي حالا. دخله الغرام وكليوباترا، وبعد ما نمشي فيها شويه كده صغيرين قبل ما نوصل للغرام وكليوباترا، في دخله الكورنيش الابيض الجديد هتبقى على شمال الطريق بعد بورتو على طول. هنا دي يا جماعه كده كده على طول، ده يكمل على طول على عجيبه، وهنا كده تخش دخله الغرام وكليوباترا والكورنيش الجديد هتلاقيه دخلته على شمالك اول ما تخش الطريق ده. طبعا احنا مكملين على طول علشان خاطر نوريكم ده الطريق بقى يا جماعه اللي هتروح فيه لعجيبه ام الرخم، وطبعا وجميع الشواطئ، وبرده في دخلات منه للكورنيش الجديد وعروس الابيض، في دخله العروس الابيض ومالديف الابيض بتاع اخويا الكبير الغالي سالم دواس. طبعا يا جماعه هنا في بنزينه زي ما انتم شايفين كده، هنا ما تعديش البنزينه دي غير لما تمول لو انت محتاج بنزين، علشان خاطر مش هتلاقي واحده بعدها، ودي للعلم. عايز تمون، مون من هنا قبل ما تخش الطريق، لان مش هتلاقي بنزينه تانيه قدام. خليكم معانا نوريكم ايه باقي الفيديو. طبعا يا جماعه دي دخله عروس الابيض اللي بتخش منها لشاطئ مضيف الابيض بتاع الغالي سالم دواس، طبعا من احلى الشواطئ الابيض اللي ممكن تشوفها. هتلاقي على ناصيته زي ما انتم شايفين كده السور اللون كده اهو. وطبعا كده مكملين على طول على طريق الايه الجونه وام الرخم وهكذا. طبعا ادينا مكملين اهو، وهنوريكم بقى دخله الجونه اللي احنا رايحينه. وبعد ما نخش دخله الجونه، انت المفروض لو عايز تروح عجيبه ولا ام الرخم هتكمل على طول. خليكم معانا. طبعا وبعد عروس الابيض ما عديناه، هتلاقي بقى ايه زمرده او غزاله زمرده دلوقتي. هي دي الدخله بتاعته اهو. ومكملين برضو على طول وهنوريكم باقي الدخلات. طبعا وبعد ما عدينا زمردة بنلاقي الابيض العام ولؤلؤة الابيض اهو. ادي الدخلة اهي بتاعته، ادي الابيض العام ولؤلؤة الايه الابيض، ادي الدخلة اهي بتاعتهم اهي. هتلاقي على نصيطة جامع اهو زي ما انتم شايفين الجامع ده وانا اهو. وبعد الابيض العام والزمردة بيبقى في اخر حاجة كده بعدها البلو بيتش على طول. ادي البلو بيتش اهو، سور بتاع القرية بتاعت البلو بيتش، وادي البوابة بتاعت البلو بيتش زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا الجونة احنا مكملين، ادي القرية اهي وادي بوابتين بتوعها اهو، ادي القرية وادي في وشها الناحية التانية مطعم العميري، طبعا من احلى الاكل احلى المطاعم هنا اهي، وجميع المنتجات اهو حواليك. وداخل القريه في بعض الخدمات زي العجل وسوبر ماركت وهكذا يعني. طبعا مكملين معاكم على طول ونوريكم دخله الجونه. خليكم معانا. طبعا يا جماعه ادي دي دخله شاطئ الجونه اللي جاي على يمنا. طبعا ده الفندق بتاع القوات المسلحه دبي، وبعديه فندق اللي هي ايه كارلوس اهو معانا اهو. ادي فندق الابيض اهو على يمنا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو على اليمين، واحد شاهين زي ما انتم شايفين كده اهو على يمنا، وادي كارلوس اهو. هنوريكم بقى الدخله بتاعه الايه الجونه زي ما قلنا. اهو ادي الدخله بعديها ايه يمين اهو. طبعا دي الدخله ايه اللي جنب الفندق ايه يمين كده ايه على طول، وادي ده كده شاطئ عجيبه على طول. هنوريكم الدخله
يا جماعه لازم تبقوا عارفين حاجه، ايه هي؟ ان الشاطئ ده بتمشوا له حبه حلوين، عشان لو في عندك مشكله في المشي اعرف ان انت ايه هتمشي حبه حلوين على رجلك. طبعا بنخش ايه اول يمين اهو، خليكوا اهو معايا كده اهو اهو، وبنكمل تاني اهو سنه الشمال ليا انا ايه. طبعا الطريق مدق، مش ممهد، طريق مدق. وهنخش بقى ايه، ممكن عندك حل من الاثنين، يا تخش على طول وهتركن على اليمين، لاما ايه تخش على ايه على اليمين ده كده اهو في شمال زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هو ساعات الجيش بيبقى قافله، ساعات بيبقى فاتحه وسايبه مفتوح، وساعات بيبقى فيه يعني خدمات، وساعات بيبقى ما فيهوش خدمات، بس هو من اجمل الشواطئ، لذلك انا بحب ان انا اروحه. انا عن نفسي عامل حسابي واخد معايا خدماتي اللي ايه اللي ممكن ايه احتاجها هناك. طبعا انصحكم لو هتروحوا تبقوا يعني ايه خفاف خفاف كده، ايه ما يكونش معاكم حد ما بيقدرش يمشي، لان في اخر الطريق دون بنركن العربية وبنمشي حبة حلوين على رجلينا، حبة حلوين يعني، فخلي بالكم من الحتة دي. طبعا هنخش جوه بقى نعمل لكم منه ايه فيديوهات. طبعا هنركن في اخر الطريق، انا عامل لكم فيديو قبل كده برضو عن شاطئ ايه اللاجونة، شوفوه هيبقى برضو موضح اكتر من ده، لان ده عن كل الشواطئ. بعد ما هنركن برضو هنمشي على طول زي ما احنا، ولا يمين ولا شمال لغايه ما نوصل للشاطئ. طبعا ما تنسوناش باللايك والشير وتفعيل زر الجرس، وتدعوا اصدقائكم للقناه عشان نكبر بيكم. لو انتوا استفدتوا من الفيديو وقول لنا ايه رايكم في التعليقات، وما تنسوناش باللايك والشير. طبعا اهو زي ما يا جماعه هنشوف اخر الطريق ما هيوصلنا لغايه فين، وهنركن والباقي هناخده على رجلينا. يلا مع السلامه.